افتتحنا اليوم برعايه دوله رئيس مجلس الوزراء معمل الدرفنه في الشركه العامه للحديد والصلب، وهذا هو نصف المعمل اللي حتى يكمل انتاج الحديد سواء حي التسليح او النقاط الاخرى. ان شاء الله خلال 1/6 باذن الله يتم انتاج معمل الصلب. طبعا كان انا في زيارات سابقه وفي مؤتمرات صحفيه سابقه في البصره اكدت وانطيت مواعيد تكون اقرب من هذا للصلب، لكن هنالك مشاكل تكنولوجيه. هذه التكنولوجيا معقده نوعا ما ونحتاج الى خطوات لا توجد فيها. ناخذ نماذج من خارج العراق نرجعها وخبراء اكثر من دوله. يحدث يعني بعض الاشكاليات في بعض الخبراء، كنا ننتظرهم لمده اكثر من شهر بس لو كانوا داخلين في دوله او كيان غاصب الكيان الصهيوني فمن منعوا من دخول العراق. فالان لازم نجيب خبراء غيرهم يعملون غير جنسيه، طبعا احنا الجنسيه التركيه، فاكو اشكاليات يعني فنيه حاله دون اتمامه بنفس اللغه. اللي اطلبه من حضراتكم تزورون معمل الدرفله تشوفون الانتاج اللي انتجناه، يعني كان هو على مدار الفتره الماضيه هو يعمل بشكل مستمر وسيستمر العمل به. عندنا بلتس اللي تدخل في صناعه حديد التسليح متوفرة وتعاقدنا عندنا تعاقدات، فراح يستمر هذا المعمل بالعمل لحين اكمال معمل الصلب. انتقلنا بعد ذلك الى الشركة العامة للأسمدة الجنوبية، وهذا المكان اللي احنا متواجدين به هو معمل انتاج الدار بالشراكة مع القطاع الخاص، وهذا حثت عليه اقاويل وكلام جزء من عده صحيح وجزء اخر غير ذلك واللي اثبتته التجارب المختبرية. في البداية كان هذا المصنع في الحكومة من 2019 أو من 2020 متعاقد عليه هو للتعبئة فقط. مش تطلعون من الآن على يساري الآن راح تكون المعمل القديم بالشبابات شلناه وسوينا ويه الأرض، وتم نصب معمل جديد الآن اللي شفتوه هسه طفيناه حتى نكمل المؤتمر الصحفي.